الواحد كان ساذج برضه زمان وهو صغير. انا فاكر مش عارف ليه الموقف ده، فاكر ان انا كنت انا يعني فاكره فين بالظبط، كنت في العربيه معاه راجعين البيت، كنا مش عارف مصر الجديده تقريبا على كوبري اكتوبر انا فاكر، وبقول له كنت انا فرحان قوي بقى ان انا جالي المقاولين، طبعا نادي المقاولين دي محترم طبعا، بس انا كنت فرحان ليه بقى ان انا كنت في الصيد وجالي المقاولين، يعني جالي عشان انا حازم مش عشان انا ابن حمد امام يعني. انا شافني هو كابتن زمزم ساعتها، كنت بلعب منتخب الناشئين وشافني في المنتخب فعجبته يعني، فاللعيبه فبدأوا يقولوا لي ده كابتن زمزم عايزك معانا في المقاولين. كانت فرقه المقاولين، فرقه المقاولين دايما في الناشئين فرقه قويه يعني، يعني في منطقه القاهره الاهلي والمقاولين، اما يطلع بقى ام بي واما يطلع الفرقه الثانيه يعني. فكنت فرحان جدا، فجاما بقول له الخبر بقى وفاكر ان انا يعني هينبسط بيا يعني. فحمدني قال لي بتقول ايه يا ابني انت عبيط، مقاولين ايه، انت لو هتلعب بقى بجد وهتبتدي تخش الكوره بجد هتروح الزمالك يعني، انا سايبك كده بس تهزر عشان انت يعني مبسوط يعني، لكن انت لو هتلعب بجد وبتاع هتروح لازم الزمالك يعني. فقلت له الزمالك ايه، بس الزمالك انا مش ممكن العب في الزمالك، صعب ان العب في الزمالك يعني، الزمالك جامدين جدا. الزمالك كنا بنخسر في الصيد من لعيبه، بنخسر 5 وبنخسر 7 وبنخسر 8، صعب قوي العب مع يعني، مفيش مره عملناها تعادلنا 0-0 كان يعني قمه السعاده يعني. فقلت له الزمالك مش هلعب في الزمالك، انا ما اقدرش العب في الزمالك، ما ينفعش مش. قال لي لا انت ما دامت في المنتخب وماشي كويس ليه ما تلعبش؟ قلت له انا ما يعني ما انا ما ينفعش يعني، ده جامدين قوي الزمالك عليا يعني. قال لي بس انت كمل في المنتخب وبعدين نبقى نشوف ان شاء الله يحصل ايه يعني. فحمدني خلاص، نزلني خالص، بس كان هو شايف حاجه يمكن انا مش شايفها يعني، الحمد لله يعني.